السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ومساء الخير. كي دايرين هانين؟ شكرا بزاف 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 على التعاون ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى البارطاج ديالكم وعلى المسانده ديالكم، كنشكركم من القلب وتحيتنا لكم. شكرا بزاف على الفرحه ديالكم اللي فرحتوا معنا كاملين، فرحتوا مع محمد وراضيه بزاف، فرحتوا معنا كاملين وحتى حنا فرحانين والله. هذا الشيء هذا كيشرفنا كيشرفنا وحق الله احسن جمهور، وشكرا لكم بزاف. وحنا كما وعدناكم باللي غتشوفوا معنا دار محمد وراضيه، حنا واقفين حداها كما كتشوفوا دابا، غتشوفوا الدار كامله بالتفاصيل ديالها من برا ومن داخل. وخليكم مع محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان من الصغير حتى الكبير، نطلبوا من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف، كنشكر الجمهور ديال القناه ديالنا، تبارك الله عليكم، راكم طوب. وكنشكركم بزاف على الدعوه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. وكما كتحبوا محمد وراضيه وعلي ويصال، حتى انا كنحبكم من القلب، راه ما كاينش الكذوب، ما كاينش الزواق، المحبه راها من القلب. وكنشكركم بزاف لله. الله يجازيكم بخير، وكنعاود نشكركم على الدعوه ديالكم، الله يجازيكم بخير، وتحياتي لكم كاملكم. شويه شويه شويه، لا طولوش. وحتى حتى هذه كما كتشوفوا هنا، يلاه جاوا عاودوا طولوا علينا كما كتشوفوا الغيبه هذا الحماق. خليكم مع ناجيب عاوتاني يضرب معاكم. السلام عليكم للجمهور الكريم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير، هانيين صحيحه، كلشي مزيان، نطلبوا الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم جينا نشاركوا الفرحه مع راضيه اختي ونسيب، ومبروك عليهم صراحه، فرحنا لهم من القلب. وتحيه لاحلى جمهور في العالم، شكرا بزاف لكم، شكرا جمهور عالي ويصال، احسن جمهور في العالم، الكره الارضيه، الكره الارضيه. علاش نقول لك علاش؟ حسن الكلمه الطيبه دائما كتجبر الكلمه مزيانه، واقفين معكم كيشبعونا حتى حنا كلام مزيون. وشكرا لكم بزاف، الله يرحمكم الوالدين، وتحياتي للمغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. ومبروك للنسيب وراضي اختي على هذا المجهود اللي عملوه، وطبعا هذا الشيء كامل حقه، وهذا الشيء قليل بحقهم، والله قليل بحقهم صراحه. والشكر كامل الموصوف اللي كيرجع كامل كيرجع لعلي ويصال زعما. شكرا بزاف لكم، وخليوا الكلمه لشي واحد. شكون انت يا رياضه؟ صراحه كلمه الكلمات كتدخل لي ولكن ما كرهتش. درا ويصال يا العيالة. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير. واش غنقول لكم؟ واخا نعيان نشكركم، راه ما غننسوش الشكر ديالي لكم. شكرا على الميساجات ديالكم الزوينه وعلى الكومنتات ديالكم الرائعه واللي خطيكم علينا. والله كما دعيتوا معنا ودعيتوا مع محمد والراضيه، ربي يسهل عليكم كاملين ان شاء الله يا ربي. واللي ما عندهش الدويره ديالها الله يسهل عليها ان شاء الله، واللي عنده شي حاجه في باله بغى يحققها ربي يحققها له ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيكم، اللي خطيكم علينا. يلا راضي، وخليتوني ما نقول، خديتو كل شيء. غير قول شكرا الناس كل اللي كدرت. السلام عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ هاني نتمنى والله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. وكنشكركم بزاف بزاف، وانا فرحانه بزاف. واليوم ما طلق خي على الفيديو، بكيت في المفاجاه، واليوم عاود بكيت انا ويصال. وشكرا على التعاليق ديالكم مزيونين، الكومنتيرات، شكرا، كنشكركم من القلب، حيتاش كتبغيونا بزاف، كتبغي محمد وراضيه، حتى انا كنبغيكم بزاف بزاف كما كيقول محمد، من هنا حتى لهنا فين ما كنت. المهم فرحانه بزاف الصراحه، كيهربوا لي الكلمات. يلا ندوزو لإكرام. هيا يا إكرام. السلام عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. بالطبال. خلي هذا الكلمات باش يمشي يمشي. كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نشاركوا فرحة خي محمد واختي راضية، ومبروك عليهم، الله يكمل لكم. هذا هما اللي كيستحق الشكر، خي علي وحسين. كنشكرهم دابا، كنشكركم من قلبي، كنشكرهم، ما كنفوهمش الحق ديالهم والله. قد ما شكرتكم ما نقدرش نوفي الحق ديالكم، والله شكرا بزاف. ولهلي خاطيكم علينا، ربي خليني ليكم ويخليكم لي صراحه. ربي بغاهم، ربي بغاهم ووفقهم. الحمد لله، الحمد لله وشكر الله. دابا انتم كتشكرونا
وحنا كنشكروا هاد الناس ماشي بالفضل ديالهم، ما كانوش هاد الناس ما كنتوش نتوما، حنا ما نوصلوش لهذا المستوى هادي، ما غنعملوا شي بزاف د الحوايج، ما غنقدروش نساعدوا محمد وراضيه. الحق يقال اخوتي هادشي اللي كاين طبعا، كنشكركم بزاف، وخليكم دابا عند جبرانا الكاميرا باش نتبعهم باش تشوفوا الدار من داخل، تشوفوا الدار من برا كيفاش عامله، وشكرا لكم بزاف. يلا قول يلا خلي بلاتي سكتوا، خصو دار مروه بغات تهدر، مروه بغات تهدر، يلا وخا ولكن انت ما لابساش حتى مزيان وخرجي، يلا عهد يلا ماشي مشكل. السلام عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ لاباس بخير، توحشناكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم واللايكات ديالكم، كتبوا لنا شي كومونتير واعر يفرحنا ويفرحكم. لا شي حاجه خليوها زيد انتي وخص. ودابا كنشكر هاد الكوبل هادو بجوج بيهم، وعمو محمد وخالتو الرابعه الحبيبه ديالي اكرام وعمو ناجي شكرا الحبيبه ديالي، احلى مره في العالم ان شاء الله. يا الدار من برا كما كتشوفوا ها هي مهنه من برا، انا اللي ما شفتو بعدا قربيز. محمد زيد ورينا شنو هنا، شوف نبداو مهنة، على نبداو مهنة ورينا شنو عندكم هنايا. هذا خليته هنا حد بويض صغيور تحت الدروج هنا، مال في الاحسن الماتريال ديال الزيت او الزيتون، اي حاجه عملناها على برا احسن مزيان، بدا الخزين البيت تحت الدروج، الدروج عملناهم على برا، انا عندي المساحه هذا الدار 80 متر، ما هذيكش نعمل فيها الدروج لداخل، خفت الضياق مزيانه باش كنخلي المساحه مزيانه لداخل، مزيانه فكره مزيانه على برا، جاوا مزيونين هما جواعل مزيانين سند بيح جواعل. هذا كما كتشوفوا النبح على برا، هو كتشوفوا فيه متر ونص العرض اللي هو على برا، هذا بحذا الكاميرا باش تشوف. يلا زيدوا لداخل زيد راضيه، انا زيد هذا حيت شري عليهم زيد تفضل. هذا البيت الاول هذا البيت اللي كتشوفوا حدا جا في الدخله الدار حدا الباب، ها هو هنايا على اليسار دوتشا صغيره، دوتشا على اليسار كما كتشوفوا الكوزينه فيها واحد الروينه هنايا، عاود هذه هي الدوتشا عندهم هنا على اليسار، كنزيدوا نعاود على اليسار كنجبروا كوزينه ياك شوفوا مطبخ فيه تخشى هذه الكوزينه المطبخ. الحاجه اللي محتاجوها شي كامله مخشيه هنايا، هادو الكراسي هما اللي كاين عندكم لداخل في الدار المقدار، كنبي ومشاويات هرسو اللي قرشتوهم لهنا نزلتوهم سيبتهم هنايا تيحترقو تجي سخانه الشتاء. كتشوفوا هذه هي الكوزينه دابا نرجعو لداخل، دابا ندخلو للصالون. الصالون كما كتشوفوا خلى الصالون كبير تبارك الله، الصالون عاجبكم مزيان ان شاء الله، قلب الصالون قسمناه على جوج، قسمتوه على جوج ياك، الصالون تبارك الله كيبان كبير، ولكن هذا من الاحسن هذا غتحيدوه باش على حساب فاش تصح الدار الفراش كيجي مطلق تالي هنايا، بلازما كتجي هنا في الوسط، يعني هذا لا داعي، هذا واخا هذا موخر ولكن هذا من الاحسن يحيد، باش التلفازه كتجي هنا في الوسط والفراش كيجي مطلوب بحال ديالنا غتدعمنا يعني كيجي في الوسط يعني ديال الصالون. ما كتشوفوا الصالون كبير هنايا، غيجيكم الصالون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، تنعاود خلي جيت الفراشه ان شاء الله تكون واعره يا ربي. السراجم هنا كما كتشوفوا صاوب لهم الحديد، شوفوا على اطلاله ما شاء الله، مازال هنا واحد البيت
مازال بيت ياك؟ بيت زيد دخل معنا محمد الداخل زيد. هذا واش غيكون بيد العيل ولا بيت النعاس؟ لا بيد الدراري هذا يا خليل. ياك اذا هذا كبير على هذا اللي في اللي حدا الباب الدار اللي شفنا الاول، هذا كبير عليه. زايد عليه حال ال 40 سنتيم ولا 50 سنتيم. بالطول باين. لا هذا كبر من الاخر. تبارك الله حتى المعلم اللي هنا عنده لهذيك الفصاله. لا الفصاله كانت خيره. يعني اللي يدخل لها ما يقولش هذه الدار ديال 80 متر ولا كاين فيها. لا الفصاله مزيانه جوج مواحل كما شفتوا كوزينه ودوتش وهذا وصالون. خليني انا في الصاله وغنعجبك في الفصاله. معلم عندك الصاله مزيانه. لا مزيانه. الصاله مخيره جات. انتم دابا كما كتشوفوا هذه الدخله الدار هي هذه اللي كتشوفوا. هنا صالون كما شفتوا معنا هذا بيت يكون بيت ديال الدراري. هنايا هذه الدخله ديال المطبخ كوزينه. هذا هنا دوتش. هذه هنايا بيت يكون عنده ميت النعاس ياك محمد ان شاء الله يا رب. النعاس يكون عندهم هنا ان شاء الله. دابا كما كتشوفوا دابا الدار خاصها اول حاجه خاصها بعد تلبس كامله، يعني خاصها تلبس كامله أمورة تلبس ان شاء الله. غيزلج غيزلج السطاح وغيزلج الارض غيدير اللوسه وديك الساعه عاود عاوتاني شويه بشويه عاود يبدا في القبص في القبص ان شاء الله. حاجه مورا حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. دابا نطلعوا معكم للسطاح. زيدوا للسطاح يلا طلعوا يلا بسم الله. انا الاولى انا الثانيه. زيد امو لا مده يلا زيد. انا غنعمل معكم واحد دوره ندور بالدار كامله تشوفوها وديك الساعه نطلع موراهم السطح تما كما كتشوفوا هنايا. هذه هي الباب عندهم ها خلاو على المساحه واحد النبيح صغيرة اللي على برا اللي واقف فيه محمد تما فيه داك المتر ونص ديال العرض الطول ديالو انتما كتشوفوه. الدروج من هنايا وما طالعين من هنايا. هاكا تشوفوا الدار من هاد الاتجاه هادي هي كما كتشوفوها. يقدر بزاف منكم غيتسائل على الدار هادي الدار ديال العبد محمد. دابا راه في المدينه اللي دابا ساكنين فيها هما على ما يصلحوا الدويره ديالهم ان شاء الله اللي هنايا ويتحولوا ليها ان شاء الله. طلعوا طلعوا. طالعين حبينا راه حبينا. قيدوا اتاي ها؟ لا مازال باقي ما باقي. شوفوا الاطلاله ما شاء الله الدنيا كيفاش كتبان عندنا هنا. تبارك الله من التيجه. شو دخلت بلا نعطيك بالي يا جو. السطح هو هذا كما كتشوفوا معنا. يا الله على منظر هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش اخباركم؟ لاباس. وكيف حالكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شوفوا على جو على المنظر. شوفوا ما شاء الله على منظرك هنا عندهم في السطح. العوينه تتخضروا. المنظر عاود من هنا تهز من البلاصه عاد ب 100 متر هكا بان لك. تبارك الله تبدل لك الشغل. بسم الله جبت ثاني وجعل. زيد باقي راه ما تشوفش الوضع. الزيتون يجنيوها من السطح. شوف الزيتون انا بحقت حقي بحقت حقي الزيتون. عندكم طيحوا في السلوكه كما شفتوا معنا الدار كيفاش هي. الحمد لله فيها 80 متر تبارك الله يا ربي. راه كافيه يعني بالنسبه لي انا والاولاد ديالي راه كافيه يعني الحمد لله. راه كما شفتوها كامله راه جوج بيوت وصاله في قلب صاله. دابا كنحمد الله وكنشكره اللهم لك الحمد. هادشي كامل فضل
عمي علي وأختي ويصال تبع الله سبحانه وتعالى. الناس اللي متابعيننا احنا ماشيين في الطرق ده هادشي كامل فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل عمي وفضل أختي ويصال، كان شكرا بزاف والحمد لله. سيدي والله الا هذا واجب، اقسم بالله راك سال كل خير، واش بالنسبه لنا احنا قليل حقك. الله يجزيك الله كنقولها ونعاودها ماشي بزاف. كنشكر الجمهور الواعر على الدعوه ديالكم، كنشكركم بزاف الله يجازيكم بخير. وكنشكر حتى الاخ والصديق راه عطقل الاخ علي، شكون اللي صيفط لك البركه، كنشكرك بزاف وحرام تقول لنا يا صاحبي كنهضروا يوميا وهذا. كنشكرك بزاف الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين، الله يطول عمرك. هو شو هو بغى ما بغاش يقولها لك شخصيا، بغى يخليها لك مفاجاه، وحتى نقولها لك انا، قال لي بغيت تقولها له انت قولها له، انا خاصني المهم نخليها له مفاجاه. بزاف كنشكروا بزاف، ونطلبوا الله دابا كما شفتوها معنا دابا ما ان شاء الله يا ربي، دابا تشوفوا ملي نبداو الاصلاح ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. حتى حنا راه المراره كانت صح كقفي واحد ثقبه هنايا، دابا راه كلشي ليلي فوقاش بنصلحوا الدار. وانا صراحه الله راه هذه ملي بديت هاد الدار هذه راه في 2012، هذه راه تسع سنين وانا ملي بديت هنا. اول حاجه درت الطابله، مور الطابله درت القجار، مور ما درت القجار ضربت واحد المده عاد ضاليت، يعني بقيت ماشي مع هذا قاب دقه. ملي كنت كنجمع الناصب شويه كتكمل تسع سنين دابا وانا فيها. دابا مؤخرا هاد السنين الاخريه القضيه ماتت، ما بقات لا خدمه لا تجاره لا شي حاجه، اللهم لك الحمد. لقيني الله نصور ومن بشكروا مع السوق مع الكسوه الدراري وهادشي اللي كاين. الانسان يصوب باش ياكل طرف الخبز هادشي اللي كاين، والانسان اللي كيدير النيه في الله سبحانه وتعالى راه عمر ربي ما يخيب، توكل على الله وما يدير شي حاجه، وانت توكل على الله فهو حاسبه. كان نذكركم بالقضيه هذه، شوف الانسان فاش يبغى يعمل شي عمل، ولو تمشي تلقى عيش صديق ديالك ولا شي عائله ولا كما كان، تمشي بتلقاه محبه في الله، يعني ماشي اللي عنده من قلبك، ماشي على ود الغدر ولا على ود الطمع ولا شي حاجه. فاش تبغي دير شي حاجه ديرها من قلبك، وعمر ربي الفيل سبحانه وتعالى ما يخيبها. ضروري الانسان خصو يصبر، وهذا ضروري صبر. الصبر مفتاح الفرج، مفتاح الفرج، انما بعد العسر يسر. الحمد لله والله ملك الحمد. وكنشكركم بزاف، وحتى تحيه مني لكم اينما كنتم. قلنا دابا نخليكم، ان باقي ما تغدينا نمشيو نتغداو، ودابا باقي ما تغدينا كما تشوفوا. دابا شفتوا معنا الدويره ديالنا المتواضعه، دابا نمشيو نقلبوا الراديه شنو باقي لنا في الارض، قلنا شي قليه ديال الحذو طاجين ديال البيصار ونا البيصار. يلا تحركوا يلا، والله الا جانا الجوع بالله. المشكله ما تسخاش في هذا المنظر، اجي الله يا ربي تفتح النفس وتفعي هذا المنظر من ناقص المدينه. رانا كنتغداو هنايا سبحان الله ما شاء الله، الدار هذه عجباني بزاف والله، عجباني بلا قياس. دابا انت هنا كنحنا معي فوقاش هذيك الصلاح وخرج السكونه هنا، وكنا الصلاح عندك منقي، كنا هنا زليج وجلس هنايا كنخرج برا كنجلس لها في الدرجه الكبيره ونبقى نبكي قسما بالله. انا نخرج لك الدرجه ونبقى نبكي، تقول لي مالك، نقول له الدار بغيتي تصلاح ما عاد شنو هذا عكاس، واش شي واحد عامل عليها عكاس ما بغات تبنى ما بغات تصلح ما حتى شي حاجه. يقول لي شوف راه كل حاجه بالاجل ديالها، يقول لك لا تقنط من رحمه الله. قال لك رب الحكيم قل كن فيكون، بعد العسر يسرا. الحمد لله كما تشوفوا معنا شاركنا معهم الدويره ديالنا المتواضعه، ورب الحبيب الكبير. الحمد لله كنشكركم بزاف من القلب والله، عمري ما نسالكم هذا الخير ديالكم، وشكرا بزاف للمشاهدين ديالنا اللي كيبغيونا اللي كيتسولوا فينا. ام محمد راه فيه الجوع، يلا نصغبوا الغدا يلا نمشي يلا يلا اكرام انتشروا انتشروا هجوم عندكم تجيو في المصبر ضحكي وهجوم علينا كافيه من الربيع يبانو مزيون. انا واحد جوج طيصان كان عندها كامل ديك الربيع دارته في على ديك النبات. واخا هذاك مزيان الدليل عند ما جاش يجي من العين مع راسه. كلينا منا اخ، الله يلا كلينا منا تبارك الله. كلشي داخل تبارك الله عليك. دخلوا الحوت، الدجاج دخلوا يقليوا الحوت. اجي الحوت.
الكنيسه ديالها من البيت مسكينه انت ما شرحت باش خرجت البوالس ديالها انا كنت شي حاجه اه ما تلقاش طاطا ناجي بعطاقه لا تحصل الاكرام وكلاش كيفاش هربانه عطاو فيها الخير ويصلوا الراضي يرجعوها البوالز رجع باش ودافع دافع على الكرامه ديالك تسهل دافع ما تراقبنيش غير قال لي سير بحالك الله يرحب بكم مرحبا بكم الله ديالك سير رحب فيك تجينا يا ربي وخليت انا نتبع الماتريال تبع صاحبي وزل هادي لا ما كاين شي سير بحالك لا سير بحالك لا ماشي انا 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 هذه الطويلة فيها قال أنا قال شحال كان عنده النساوي أربعة الحاج متولي تحية للحاج متولي مسكين مات الله يرحمه ويستعلي مات مسكين مات الله يرحمه الله يرحمه مات هذه والله كذيك السلسلة اللي كانت شهرت بها متولي الصغر اللي تحية تحية للنسا ديالو أنا واش نقولوا لها ماشي الحاج متولي هذاك اللي انت شنو اسمي انا اللي عنده عرف على النساء هاي اللي عملنا دابا باقلي والفريت والحوت والبيصه والشحروط غداو يلا والله الا راه مع هذا البرد ولا البيصاره الا ما كاينش يخسر ان شاء الله يبقى. هي اش براحه فيا والله الا واعره البيصه عاد رودا صا كيمون احسن غدا في التالي قالوا الكيمون ما جبنيش احسن غدا في التالي سمعوا سمعوا الخبز احسن غدا في العالم وخاص العالم الحوت والشلاضه والزيتون جبنا الكامون جبنا الكامون الكيمون والله ما كاين كيمون حاضره جبنا التنفيح طب ما عرفتش شنو التنفيح هذا صرف التنفيح تا ونسي ماشي بها هذا طرفو ماشي قالوا لي شكون فيكم توحش الجو هكا وجد البيصار والحوت والشلاير اه باش شفت لكم الزلاف هذا الكيمون كان باقي في الميكا جيب لكم الزيت الكيمون شنو جيب الزيت حطه حدانا بغينا نزيدو الزيت نزيدو البيصار هي الزيت لما كاش الزيت مزيان فيها والو اللي توحش الكيمون والزيت سوداني واحسن حاجه تو هاي اه ولف اجازه والشردات شيت 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 بسم الله قبلو كاملين هيدا فيها الزيت فيها الزيت لا اكرم لا ما زيدش انت فيها الزيت دابا اه مثل الزيت يلا رحبا شكرا بزاف نتمنى هادشي اللي وريناكم يكون نال الاعجاب ديالكم ونكونوا ديما عند السلطان ديالكم شكرا لكم بزاف منا كل احترام والتقدير كنحبوكم في الله السلام عليكم يلا صبحوا على خير تهلاو فرنسا السلام عليكم Thank you.